Et au marché marocain, du mois d'avril 2019, Huawei avait 20,3% de part de marché. الوغ بالنسبه لل Y9 برايم 2019 فهو هاتف اللي كيقدم مجموعه من الخصائص اللي هي رائعه، بحال دابا ليكرون ديالو شاشه ديال 6.59 بوص، ما فيهاش نوتش، فهو فيه كاميرا منبثقه كتدخل وكتعاود تخرج بور بروندر ان سيلفي، كذلك فيه ان تريبل اوبجيكتيف كاميرا، كنشوفوا اللون الاخضر باغ لا ميم اوكازيون، كاين لون ازرق ولون اسود واحد اخرين. بالنسبه للباتري ديالو فيها 4000 ملي امبير، ومثلا بالنسبه للتخزين فهو عنده قدره تخزين 128 جيجا اكستنسيبل حتى 512 و 4 جيجا في الرام، فهو هاتف اللي كيقدم مجموعه من الخصائص ديال ان تليفون فلاجشيب ولكن بالثمن ديال ان تليفون اكسيسيبل اللي هو 2599 درهم. الهاتف كاين اكتويلمون في الطرح المسبق، في الطلب المسبق حتى اليوم الاربعاء ان شاء الله ب 2599 درهم افيك ان بوتي جيفت بطبيعه الحال، وان شاء الله من انطلاقا من يوم الخميس غادي يكون طرح اوفيسيال اللي هو بنفس الثمن، وغادي يكون في جميع الاسواق بيان سور وجميع لي بوان اغري ديال البوان فونت اغري ديال هواوي. رافع الحظر شي حاجه اللي هي مزيانه لان كتمكن الشركات الامريكيه والهواوي يكملوا لا كولابوراسيون ديالهم، هادشي اللي دايوغ اللي خرج من لا ديكلاراسيون ديال الرئيس الامريكي. اما بالنسبه للهواتف اللي كانوا ديجا مطروحين قبل ولا حتى الهاتف اللي غنطرحوه اليوم فما كانوش كاع كونسيرني باغ الحظر اللي كان، لان كانوا غادي يكملوا لو فونكسيونمون ديالهم بطريقه عاديه، فرفع الحظر كيعني انه هاد القضيه هادي غادي يكملوا الشركات الامريكيه مع هواوي لا كولابوراسيون ديالهم كما كانت من قبل. Où le best smartphone a légèrement valé l'Europe. Donc c'est une reconnaissance mondiale, internationale par rapport à la capacité et aux fonctionnalités de. Au sommet de G20, le président Trump a affirmé que les entreprises américaines sont autorisées à continuer à vendre les produits à Huawei. Huawei ne cessera donc de faire des efforts afin de continuer notre lutte et envie de changer le monde très tech. Avec toujours de nouvelles technologies et plus de performances. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.